وتنضم إلينا من صيدا جنوب لبنان مراسلتنا سارة شحادي. أهلا بك سارة. إذا لو تطلعين على التطورات الميدانية بداية واستهدافات حزب الله لهذا اليوم. نعم، الغارات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، حيث طال القصف الإسرائيلي عدة بلدات بدءا من جوية، دوير، أنصار، ووصولا إلى الزراري وعدة بلدات أخرى كالنبطية وخربة سلم، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى. فيما يخص حزب الله، هو يكثف من هجماته وأصدر في بياناته التي أصدرها اليوم، وتحديدا في بيانه التاسع، بأنهم هاجموا بالمسيرات الانقدادية تجمعات لجنود إسرائيليين في صفد وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى حديثه أو بيان آخر تحدث فيه عن استهداف لتجمع لقوى إسرائيلية في كفركلة بقذائف المدفعية. وكان يعني الحزب قد أعلن في بيان أمس بأن عمليات حزب الله انتقلت إلى مرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، و أشار البيان يعني تحدث عن مقتل 10 جنود إسرائيليين وجرح أكثر من 150 جندي في عمليات التوغل، التي محاولات التوغل بريا خلال 24 ساعة أو خلال الأسبوع، هذا الأسبوع الحالي. فيما يخص أيضا المحاولات للتوغل بريا، هي مستمرة باتجاه لبنان، والجديد اليوم إعلان الجيش الإسرائيلي عن إرساله لقوة عسكرية إضافية لتقاتل ضد لبنان، ويعني لتنضم أيضا إلى الفرق العسكرية الخمسة الموجودة، والتي أيضا يتواجد فيها وتضم حوالي أكثر من 70,000 جندي. أما على مستوى التحذيرات والإنذارات الإسرائيلية، هي مستمرة من قبل الجيش اللبناني، الجيش الإسرائيلي الذي أنذر اليوم حوالي 20 قرية جنوبية بإخلائها والتوجه نحو شمال نهر الأولي. نعم سارة، سريعا، ما هي آخر التصريحات السياسية بخصوص التطورات جنوبا؟ كان لافتا ما صرح به اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رافضا ما صدر عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر، والذي صرح بأن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق القرار 1701، واعتبر ميقاتي بأن هذا الأمر هو تدخل فاضح في الدولة اللبنانية أو في شؤون الدولة، ومحاولة لفرض وصاية على لبنان. هذا الأمر يعني لاقى ترحيبا من بعض القوى السياسية، وكذلك يعني كان ميقاتي قد كلف وزير الخارجية أبو حبيب باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية للاستفسار عما صدر عن باقر. وبالتالي يعني هذه التصريحات كما ذكرت رحبت بها قوى سياسية عديدة، حيث اعتبرت من بين هذه التصريحات لسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية بأن هذا التصريح يعيد بصيص الأمل للدولة وأنها بدأت تتحمل مسؤولياتها. كذلك الأمر، نواب التغييريين كتبوا في بيان بأن الوقاحة الإيرانية لا حدود لها، وبالتالي أيضا رحبوا ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم. بالإضافة إلى الزيارات الدبلوماسية المستمرة من قبل يعني الدول المعنية، كان هناك زيارة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم، وصلت والتقت ميقاتي، وشددت على ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف اليونيفيل. بالمقابل ميقاتي شدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار وأولوية وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة وتطبيق القرار 1701. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من صيدا جنوب لبنان سارة شحادي.